هو أحد أبرز الأسماء بكرة السلة اللبنانية. ارتبط اسمه باللعبة الشعبية الأولى من العام 1997. هو اللي بدأ مسيرته عندما كان عمره 16 سنة. هو اللاعب روني فهد. بدأ بنادي الكهرباء حيث أمضى 3 سنوات، وبالعام 2000 انضم لصفوف البلو ستارز واستقر بالنادي لمدة 7 سنوات قبل ما يعود وينتقل للحكمة بالعام 2007، وأمضى بالنادي الأخضر موسمين. لم تقتصر مسيرته على الأندية اللبنانية، بل كان فهد واحد من اللاعبين اللي احترفوا خارج لبنان، وتحديداً بنادي تيانجين بالدوري الصيني لموسمين. وعاد روني إلى ربوع الوطن لينضم إلى صفوف نادي المتحد طرابلس. صاحب 33 عام كان من الأسماء اللي ساهمت بتأهل المنتخب اللبناني لبطولة العالم بعامي 2002 و2006، وكان أيضاً من الأسماء الرنانة على صعيد إنجازات المنتخب. فروني كان أصغر لاعب بيلتحق بصفوف المنتخب عن عمر 17 سنة، ولعب إلى جانب لاعب الـ NBA اللبناني روني سيئلي، وشارك مع المنتخب عدة لقب كبيرة منتخب فرنسا بالعام 2006 اللي حقق فيها لبنان فوز تاريخي، وبرز أيضا أمام المنتخب الكندي بالعام 2010 اللي انتهت بفوز رجال الأرز. صانع الألعاب الجريء أعطى ولازال يعطي الكثير لكرة السلة اللبنانية، ولكن لم يحرز لقب بطولة لبنان ولا مرة. فهل رح يستطيع تحقيق الإنجازات بالعام 2014 ويكلل مسيرته بلقب البطولة مع نادي المتحد؟